طيب النهارده كمان خبر جميل جدا باستدعاء احمد ياسر ريال للمنتخب، اعتقد ده من اسعد الاخبار اللي انت بتسمعها. طبعا انك تلبس فانيلة المنتخب دي حاجة كبيرة قوي واحساس مختلف خالص، وبالذات انك هتلعب تصفيات كاس عالم، يعني لو كاس العالم فده طبعا احساس جميل، وان شاء الله نقدر نحقق ونفرح الجمهور المصري باذن الله. اول ما عرفت الخبر عملت ايه؟ يعني اتبسطت؟ طبعا اتبسطت، ولكن ايه اللي حصل ومين اللي قال لك؟ يعني انا عرفت من اخو خطيبتي، لقيته بعت لي على طب وشها انستغرام، حلوه اهو وهي الحمد لله. كابتن ياسر الحمد ايه لله، وهي ويعني هم كل الناس اللي يعني طبعا، بس هو اخوتي. هو بس الصوت الو، بيقطع. يا احمد سامعني؟ ايوه كابتن. يعني اخو خطيبتك هو اللي قال لك، اول واحد بعت لك على انستجرام وقال لك. لقيته بعت لي فدخلت بصيت، كان اول واحد يعني عرفت منه. اصل كارلوس كيروش النهارده المدير الفني لمنتخبنا الوطني حط الاسماء كلها على التويتر، يعني سابقه جديده، بس لكن حط الاسماء كلها على تويتر، فالناس كلها عرفت، التسع اسماء عرفت ايوه من على تويتر يعني. لا بس انا يعني ما بمسكش الموبايل كتير الفترة دي، فما يعني جات لي المسج فقلت ابص عليها، لقيت القايمة 9 لعيبة، فالحمد لله يعني. يعني الف مبروك، تستحق الحقيقه، جهد رائع، ودايما احنا متابعين احمد ياسر ريان واللي بيعمله احمد ياسر ريان.